أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق يستنسخها المجلس الانتقالي من ميليشيا الحوثي، إذ يشدد الخناق على منظمات المجتمع المدني في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرته، ويمنع إقامة المؤتمرات والفعاليات دون الحصول على إذن مسبق. وكانت ما تسمى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للانتقالي المدعوم من الإمارات والسعودية وجهت تعميماً لملاك الفنادق والقاعات وحذرها من القبول بإقامة الفعاليات والمؤتمرات وكافة الأنشطة في قاعاتهم لأي جهات ما لم يكن لديهم تصريح كتابي، وأي مخالف سيتعرض للمساءلة القانونية. الهيئة ذاتها أيضاً استدعت صحفيين وأخذت منهم تعهدات بعدم العمل مع أي قناة أو صحيفة غير مرخصة من الهيئة. يأتي ذلك في ظل دعوات حكومية للمنظمات الدولية لنقل مقراتها من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لممارسة أنشطتها بحرية تامة، إلا أن هذه الإجراءات تحول دون ذلك. نتوقف عند هذه الانتهاكات لنناقشها من زوايا عدة. لماذا يسعى المجلس الانتقالي إلى استنساخ سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على عمل المنظمات ووسائل الإعلام من ميليشيا الحوثي؟ وكيف يمكن أن تؤثر ذلك على بيئة عمل المنظمات في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإنسانية المتفاقمة وحرية الإعلام والصحافة وحماية حقوق الإنسان؟ وأين دور الحكومة في إيقاف هذه الانتهاكات والقيام بمسؤوليتها؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف الحلقة نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. مثلما حولت ميليشيا الحوثي صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها إلى لون واحد، يسعى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والسعودية إلى استنساخ السياسة ذاتها. تكميم الأفواه وقمع الحريات والتضييق على المنظمات ووسائل الإعلام وانتهاك حقوق الإنسان هي ممارسات تدمنها الميليشيات شمالاً وجنوباً، وتفرض نفسها كسلطة أمر واقع وتجبر المواطنين على القبول بها. المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين لا تختلف كثيراً عن تلك الواقعة تحت سلطة الإنقلابيين، فالانتقالي يمارس الانتهاكات ذاتها. أحدث تلك الانتهاكات هو إصدار ما تسمى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للانتقالي تعميماً لملاك الفنادق والقاعات يحذرها من القبول بإقامة الفعاليات والمؤتمرات وكافة الأنشطة في قاعاتها لأي جهة ما لم يكن لديها تصريح كتابي من الهيئة. الهيئة توعدت المخالفين بما وصفتها بالمساءلة القانونية، مطالبة الجهات الراغبة في تنظيم فعاليات بتعبئة استمارات تشمل بيانات الجهة وحسابها البنكي. لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن الهيئة استدعت صحفيين إلى مقرها وأخذت منهم تعهدات تحت التهديد بعدم العمل مع أي قناة أو صحيفة غير مرخصة من قبلها. الحكومة تصمت إزاء ما يجري حتى في مناطق نفوذها، ولا توقف ممارسات شريكها في السلطة الانتقالية الجنوبي، الأمر الذي يجعل دعواتها للمنظمات الدولية لنقل مقراتها من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أنشطتها بحرية دعوة لا جدوى منها، خاصة في ظل تشابه البيئة غير الآمنة وسط التضييق والتدخلات. على خطى الميليشيا يسير الانتقالي ويطبق نهج الحوثيين الذين منعوا احتفالات خريجي الجامعات وفرضوا كيانات مخصصة لذلك، وتدخلوا في عمل المنظمات وضيقوا الخناق عليها وأغلقوا وسائل الإعلام وحولوها إلى صوت واحد، وفتحوا السجون أمام الصحفيين وأصدروا قرارات الإعدام بحقهم وحق النشطاء والمناهضين لهم، ومنعوا التعددية السياسية، ومارسوا كل محظور من تعذيب وقتل وتشريد وتفجير للمنازل والمساجد والمدارس. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عدن رئيس تحرير موقع البعد الرابع ماجد الشعيبي، وسينضم إلينا أيضا رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري مدرم أبو سراج. مرحبا بكم ضيوفي الأكارم. نبدأ مع سيد مدرم أبو سراج، مساء الخير. يبدو إلى أن يكون جاهز الأستاذ مدرم، نعود للسيد ماجد الشعيبي. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور من العاصمة عدن. حياك الله.
أستاذ ماجد، بداية يعني هناك سؤال، لماذا يسعى المجلس الانتقالي إلى استنساخ سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على عمل المنظمات ووسائل الإعلام مثل ما يفعل أو تفعل ميليشيا الحوثي؟ أولا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تشبيه المجلس الانتقالي بميليشيا الحوثي إطلاقا. هناك فرق بين ما يعمل في العاصمة عدن وبين ما يعمل في صنعاء. المجلس الانتقالي حاليا في عاصمة عدن بشهادة الجميع هناك حرية واسعة لجميع وسائل الإعلام وأيضا لكثير من منظمات المجتمع المدني التي تعمل وفق التصاريح يعني المتخذة من كل الوزارات. مؤخرا هناك لغط حصل في موضوع الهيئة الوطنية للإعلام بشأن التراخيص، لكن كل هذا كان بسبب أنهم يريدون تنظيم العملية الإعلامية. وحتى أنا بداية في الفترة في الوهلة الأولى أن هناك ربما أن تكون هذه الخطوات غير مدروسة، لكنها بانت مؤخرا أن هذه الخطوات مدروسة وأنها تسهل عمل الإعلاميين، والكثير من الإعلاميين تعاطوا مع هذه الخطة بشكل إيجابي واتخذوا التصاريح، وذلك لأسباب كثيرة مهمة أهم. أستاذ ماجد، لماذا كانت الخطوة غير مدروسة في وقت سابق كما أشرت والآن ربما خطوة مدروسة؟ ماذا تقصد؟ بحسب كثير من الإعلاميين كانوا يعني تصوروا أن هذه الخطوة ربما تضر عملهم، لكن بالعكس بعد ما تعاطوا مع أوامر الهيئة وذهبوا لأخذ التصاريح سهلت من عمله بشكل مباشر، كون الكثير من الإعلاميين كانوا تعرضوا للمباشر. لكن عملية التنظيم هذا من يعني عملية التنظيم معدل. عملية تنظيم هذه الأذونات من اختصاص وزارة الإعلام. لنعود إلى بالتأكيد، طبعا عدن عاشت منذ 2015 فراغ سلطوي كبير، أهم ما فراغ سلطة الإعلام. الهيئة الإعلامية بعد سنوات من الفراغ الذي يعني وصلته لوزارة الإعلام استطاعت مؤخرا أن تنقذ هذا الفراغ وأن تملأه بالكثير من الجهد، وهذا هو جهد مبارك أعتبره أنا، رغم أننا كنت من أول المعترضين على ذلك، لكن بعد ما شاهدت الكثير من الأعمال والكثير من التسهيلات التي استطاعوا من خلال تنظيم العمل الإعلامي أولا ثم تسهيل حياة الإعلاميين ويعني تسهيل أعمال في كثير من المحافظات ليس فقط على سبيل عدن. هذه هي الإجراءات التي اتخذت يعني كانت ناجحة بشكل كبير، والكثير من الإعلاميين في عدن يعيشون ذلك، والتخطيط الذي منحت لهم ليست فقط على المستوى الصحفيين الجنوبيين بل والشماليين الآن يعملون بشكل جاد ويعملون بشكل مباشر ولا يلقون أي تضييق، لكن بعضهم يعني في الأيام الأخيرة كان يتم الاعتراض من بعض النقاط بسبب موجود التراخيص، لكن الآن التراخيص موجودة ويعملون بشكل مباشر ولا يجد سأعود لك. وهذا شيء إيجابي يحسب للهيئة بالعكس. إذا سأعود لك فيما يتعلق بتوصيفها أنها إجراءات ربما أتت في وقتها، وسأسألك على مسألة التوقيت الآن، لماذا الآن؟ ينضم إلينا رئيس المكتب السياسي لمجلس الحركة الثوري مدرم أبو سراج. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء النور. أستاذ، كيف يمكن قراءة كيف يمكن قراءة ممارسات المجلس الانتقالي بحق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه. اللهم صل وسلم عليه. لا نجري في عدن من حراك شعبي وجماهيري أقرق المجلس الانتقالي، خاصة وأنه يمر في ظروف تدني شعبيته ورفض وغليان شعبي. تطورت تلك الحالة إلى لقاءات ومنتديات واستكات عدة منتديات في عدن، وتطورت إلى مؤتمرات. لذلك رأى المجلس الانتقالي في ذات الحراك الثقافي الحضاري خطرا عليه، استجد ما يسمى لجنة الإعلام ومنع كل العمل، منع منظمات المجتمع المدني الحقوقية، لأنه يخشى أن يكشف العديد أو العشرات والمئات من المعتقلين في سجونه الذي أخفاهم منذ سنوات، وأقلقه من التحرك الشعبي خاصة تجاه قضية شعبنا في فلسطين وعقد الندوات، وذلك أقلقه لأنه مخالف لسياسته الذي يرتمي في أحضان الكيان الصهيوني تقليدا ويتبع سياسة أبو ظبي، لأن المجلس الانتقالي لا نراه يمتلك قراره بيده. لذلك
اقتحم العديد من المنتديات واقتحم قاعات ومؤتمرات وهم في عمل سلمي وحضاري وعلمي لا يريد أن يسمع في عدن والمحافظات التي تحت سيطرته إلا صوته هو. تلك السياسة هي كانت سياسة ما قبل 90 ما زال يفرشها وينتهجها لأن تلك العقلية. أستاذ مدرم أنت هل تريد أن تقول أن الانتقال يسعى أن يحول عدن إلى لون واحد مثل ما حدث في صنعاء؟ أنا لا صوت يعلو فوق صوت عيروت ولا صوت يعلو فوق صوت الانتقالي. نعم، هل يعني أنت تؤكد ما سألتك الآن؟ تفضل بالبقاء معي أستاذ مدرم. أستاذ ماجد، يعني كم مثل ما أشار أستاذ مدرم أن المجلس الانتقالي هذه التحركات الآن أتت لخشيته من الحركة الشعب المدني الذي يحدث في عدن الآن وربما يشكل عليه خطورة، ما رأيك؟ هذا كلام بعيد كل البعد عن الصحة. المجلس الانتقالي يسير بخطوات قناة تحقيق كامل أهدافه، مدرم مع باس سراج ومع احترامي الكبير له، يعني ربما يعاني من كثير من الانفصام بالشخصية، هو واحد من الذين طالما تعاونوا مع ميليشيا الحوثي والدليل. يا أستاذ ماجد، أستاذ ماجد لو سمحت يعني تحدث عن السؤال. نعم، هل الانتقالي يخشى من الحراك الشعب المدني الآن الذي يستطيع أن يقوم بأدوار أساسية له، فبالتالي هو يحاول أن يفرض هيمنته ويتحكم بهذا الحراك؟ ما يقوم به المجلس الانتقالي حاليا هي بان خطوات إجرائية لتنظيم العمل الإعلامي، تنظيم منظمات المجتمع المدني. هناك خلال الفترة السابقة كان هناك فراغ كبير لدى الإعلاميين ولدى منظمات المجتمع المدني. ما يحدث الآن هي عبارة عن حزمة من الإجراءات تأتي كلها مستقبلا. هناك كثير من المنظمات يجب مراقبتها، يجب متابعة أعمالها، لأن هناك كثير من المنظمات تعمل وفق برنامج واحد. هناك كثير من منظمات المجتمع المدني خلال الفترة السابقة تبين لدى يعني لكن هنا سؤال أستاذ ماجد لو قطعتك، لماذا لا يترك هذه المهمة للوزارة الموجودة المعنية بهذه المهمة؟ أين الوزارة يا صديقي؟ أين الوزارة؟ وزارة الإعلام غائبة تماما وجميع الوزارات غائبة، يعني لا يوجد أي وزارة سواء المجلس الانتقالي تحمل المسؤولية ويعمل الآن بشكل مباشر على إعادة التنظيم وتسهيل عملهم بشكل مباشر. أما بعض المنظمات التي تعمل باسم عدن وتريد أن تعمل يعني لصالح ميليشيا الحوثي هذا أمر مرفوض بتاتا. أنا لا أدافع عن المجلس الانتقالي، أنا أحيانا أنتقد بعض الممارسات، لكن ما يقوم به حاليا هو عملية إعادة يعني إعادة بشكل كامل على ترتيب العمل الإعلامي، على ترتيب منظمات المجتمع المدني. يعني بإمكانكم سؤال كثير منظمات المجتمع المدني التي تعمل في عدن، كيف يتعامل معها الهيئة وكيف يتعامل معها باقي دوائر المجلس الانتقالي؟ هناك تسهيلات كبيرة تجري لهم، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم مقارنة ما يحصل في عدن بصنعاء، لأن ذلك مرفوض تماما. نحن والمجلس الانتقالي ونحن نشيد بما يقوم به من هذه الإجراءات أنها إجراءات قانونية ويعني تعمل من أجل تحسين الوضع ومن أجل أن توصل المساعدات التي تقوم بها المجتمع المدني لصالح الناس الأقل دخلا. دعني انتقل للسيد مدرم ابو سراج. استاذ مدرم، يعني كما اشار استاذ ماجد ان ربما هناك غياب لوزاره الاعلام وغياب لدورها لتغطيه هذا الفراغ الذي يستغله الانتقالي، الى اين تقود هذه الممارسات برايك؟ اقول للاخ والاستاذ ماجد ان سياسه ما اريكم الا ما ارى، ولا ما أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سياسة الرشاد. تلك سياسة تمارس في صنعاء وتمارس في عدن. أما حينما يتحدث عن الدور في الشخصية، لننظر من هو في مجلس الرئاسة وفي الحكومة الشرعية وما نسميها في الحراك الثوري حكومة الاحتلال، وهو في نفس الوقت في مجلس الانتقالي الجنوبي الذي ينادي بالاستقلال. تلك الإدارة الذي يتحدث عنها قيادتها ومديرها ومسؤولها في عدن، من عينهم؟ ألم يعينهم محافظ عدن الذي هو قيام السلطات العليا للمجلس الانتقالي؟ الزواج الشخصية متواجدة في المجلس الانتقالي في كل قيادته من الرئيس إلى أخماس أصابعه. هذا الازدواج ما الذي يعني هذا الازدواج استاذ مدرم، ما الذي يعني ما الذي يسعى المجلس الانتقالي لقوله للاخرين؟ ما الذي يسعى يعني ما الذي يريد تحقيقه من الازدواجيه هذه؟
لأنه كل سياسته هي عبارة عن إملاءات خارجية، لا يملك المجلس الانتقالي قراره بيده. من أين يصرف الانتقال؟ من الدعم الإماراتي. من أين سلاحه؟ من الدعم الإماراتي. أين إعلامه؟ من الإمكانيات الإماراتية، حتى مقدمينه من الإمارات. الانتقالي لا يملك سوى تحصيل الجبايات فقط وبناء الجلل والقصور الدوس على أبناء عدن. في أنا من قيادات الحراك الثوري، حراك الثوري منذ 2007 في عهد القمع علي عبد الله صالح، كنا نعقد المؤتمرات ونعقد المنتديات، وكنا نتطلب بسياسة أوسع بحريات أكبر. فجاء الانتقالي الذي ولد عام 2017 بعد خلافات حكومة الشرعية آنذاك والإمارات، فولد مكون لا يمثل قضيتنا الجنوبية بقدر ما يمثل الإرادة الخارجية. نحن نرى أن المدرسة الانتقالي وكثير من أبناء الجنوب إن لم نقل غالبتهم فهو المهدد الرئيسي لقضيتنا، وهو الأداة لقمع شعبنا وتمرير الأجندات الخارجية في عدن المحافظات الجنوبية والسيطرة عليها. إذا أستاذ ماجد، يعني كما سمعت يبدو أن الانتقالي يعيش ازدواجية، وربما هي واضحة في سلوكياته وتجاوزاته للشراكة على الأقل في إدارة عدن، لا وأنت أشرت إلى أنه ربما كانت هذه الخطوة غير مدروسة في وقت لاحق، لكنها الآن ربما أنت أيدتها. لماذا الازدواجية الآن؟ لماذا هذا التخبط لدى المجلس الانتقالي؟ أنا قلت لو سمحت تعطيني الكثير من المساحة لكي أوضح بعض النقاط. طبعا. قلت أنه برأيي الكثير من العلم كانت غير مدروسة، لكنها أثبتت جدارتها وأثبتت أنها حقيقة وصحيحة، والكثير من الإعلاميين تعاطوا معها. أما بالنسبة للأستاذ سراج، هو ربما لديه مشكلة شخصية مع المجلس الانتقالي، وهذا بعيد عن أي مكونات. نحن الآن نعيش مرحلة عدم الآن لازم تكون نموذج، والمجلس الانتقالي يسعى من خلال تلك الإجراءات أن يجعل معدل نموذج كي تحتذي به جميع المحافظات، وهذا ما يتم حاليا. هناك أخطاء. هل ممكن أن تصبح عدن نموذج بعيدا عن الشراكة لإدارة عدن مع السلطات وتجاوز مهام السلطات؟ هناك شراكة واضحة. عدن فتحت أبوابها للجميع، والدليل الشمال اليوم محتل الجنوب. لكن هذا القرار، هذا القرار صادر من الهيئة الإعلامية المجلس الانتقالي، لماذا لم يصدر القرار بتشارك من وزارة الإعلام ويكون قرار من جهات رسمية ويتم التعامل معه بشكل قانوني؟ وزارة الإعلام، وأين هو وزير الإعلام؟ بغض النظر عن غياب دور وزارة الإعلام، لكن يجب أن يصدر قرار من وزارة الإعلام أو يتم التنسيق على ذلك. انتقالي وكان لقد حاول المجلس الانتقالي وحاولت الهيئة الوطنية وحاول الكثير أن يجدوا آلية. أستاذ ماجد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ ماجد الشعيبي رئيس تحرير موقع البعد الرابع. سنعود لي أستاذ مدرم أبو سراج. أستاذ مدرم، يعني فيما يتعلق بهذه الممارسات الآن، هل تجد أن لها تشابه ما بين الممارسات التي يقوم بها الحوثيين في صنعاء والآن ما يقوم به مجلس الانتقالي في عدن؟ حين يقول الأستاذ ماجد أن هناك سياسة مدروسة وخاصة لجنة الإعلام، لا يوجد في الانتقال شيء مدروس في عدن، لا الأمن مدروس ولا الكهرباء مدروس ولا الخطط مدروسة ولا الجبايات ولا الضرائب ولا شيء، كل عملهم هو عمل عشوائي وعمل فردي. أما بالنسبة للمجلس الانتقالي يتقاطع مع الأخوة في صنعاء أنصار الله، يتقاطع في سياسة لا أريكم إلا ما أرى. الجميع يحاول السيطرة على الجميع الذي في مناطق سيطرته من خلال تكميم الأفواه، ولا يريدون أن يمررون إلا سياستهم الخاصة دون اعتبار للآخرين. متناكين أن اليمن شمالا وجنوبا دخلت في حرب لمدة 9 سنوات، وجاءت تلك الحرب نتيجة للخلافات والإقصاءات، مما مكن القوى الخارجية بالتدخل في اليمن والسيطرة على مقدراته. فحلنا نحن في اليمن هو القبول بالآخر، والقبول بالآخر هو الطريق النموذج والأمثل. وهنا وقلنا تحت
وهنا في إطار نعم وهنا أستاذ مندرم لو سألت يعني على عجالة، وهنا الآن في إطار التدخلات هذه والهيمنة والصراع، لماذا يغيب دور الحكومة في إيقاف هذه الممارسات برأيك؟ بالنسبة للحكومة هي شكلت من الخارج، من انتخب المجلس الرئاسة؟ هل انتخبه الشعب اليمني شمالا وجنوبا أو أجا بإرادة خارجية من الرياض بالتوافق السعودي الإماراتي؟ وذلك المجلس الرئاسة مثله مثل الانتقالي أداء في اليمن وخاصة في عدد المناطق التي تحت سيطرتهم لتمرير الأجندات الخارجية. حينما نرى الآن المباحثات والحوارات التي تجري مع صنعاء، من يديرها؟ فيما بين من هو من؟ هل هي ما بين مجلس الرئاسة والحكومة الذين يحاورون حواراتهم من صنعاء؟ لا، أي حوارات تجري ما بين صنعاء والرياض، والرياض هي الوكيلة وضحت. القاطعة الآمرة لمجلس الرئاسة. مجلس الرئاسة وضحت. هو شكلي لا أكثر ولا أقل. نعود عاد إلينا ماجد الشعيبي رئيس تحرير موقع البعد الرابع، مرحبا بك معنا مرة أخرى أستاذ ماجد، يعني أكمل ما كنت تشير له في نقطتك. أنا أقول أن الآن يعني بغية المجلس الانتقالي وأهدافه الحالية تتمكن في تمكين أبناء عدن لإدارة محافظتهم، هذا الأول. وثانيا هي تمكين أبناء المحافظة الجنوبية، هناك يعني نحن عشنا سنوات من الإهمال ومن غياب الدولة، والآن حاليا على المجلس الانتقالي أن يتخذ هذه الخطوات في إعادة تمكين أبناء المحافظة الجنوبية. الأستاذ سراج مع احترامي يعني يعيش خارج الدائرة. دعك من الأستاذ سراج، أستاذ ماجد يعني لو نلتزم بسياق الحلقة، كيف يمكن برأيك أن يؤثر الآن هذه الممارسات على عمل المنظمات في ظل الظروف الراهنة في عدن؟ عمل المنظمات في عدن قائم بشكل سلس وبشكل إيجابي جدا، وكثير من المنظمات شجعت هذه الخطوة التي قامت بها الهيئة الوطنية للإعلام وتعامل معها بشكل إيجابي، وبالمقابل الهيئة الوطنية للإعلام تسهل وتعمل كثير من الخطوات من أجل تسهيل عملها. هناك كثير من النقاط التي حصل خلال الفترات السابقة، الكثير من الفراغ الذي تسببت وزارة الإعلام والذي تسببت الكثير من الجهات الحكومية. حينما جاء المجلس الانتقالي ليغطي هذه الفراغ وهذه الفجوة بدل أن تستغله الحوثي وداعش، أنت يعني لضيق الوقت اسمح لي بس أستاذ ماجد، يعني لضيق الوقت أنت كصحفي الآن برأيك كيف ستضايقكم هذه الآن القرارات في واقع التعبير وحرية الصحافة في مجالك؟ أنا أرى أن كل الصحفيين في عدن الآن وأنا أولهم تعرضت للمضايقة، ما في يوم من الأيام كانت نقابة الصحفيين الجنوبيين والهيئة الوطنية أول من دافع عني وقالوا هذا صحفي موثق لدينا، والكثير من الصحفيين أيضا تعاطوا معهم بهذا الشكل سواء كان شمالي أو جنوبي. هذه الخطوات يعني أتت أكلها وتعمل بشكل صحيح ونحن معها، أما كلام خارج سياق التاريخ لا يعنينا. وضحت. ما يتم الحديث عنه وما يتم وضحت الفكرة. نحن نعمل وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لك لضيق الوقت رئيس تحرير موقع البعد الرابع ماجد الشعيبي من محافظة عدن، وأيضا شكر موصول لي الأستاذ مدرم أبو سراج رئيس المكتب السياسي لمجلس الحركة الثوري. وبهذا وصلنا إياكم إلى ختام هذه الحلقة، لكم التحية مني ومن معدها نجيب إسماعيل، وإلى اللقاء.